المشروع ده المشروع رقم كام اللي حضراتكم بتسلموه؟ ده يتعدى 66 مشروع النهارده. تشود الحمد لله. دور البنك الاهلي في دعم شركه الاهلي صبور وان هو يوصلوا ان هم 66 مشروع بيتسلموا ولسه في مشاريع اخرى جايه في الطريق ان شاء الله، دور البنك الاهلي مع شركه الاهلي صبور؟ دور البنك الاهلي دور عظيم، والبنك الاهلي شريك عظيم. احنا بقى لنا 30 سنه شركاء، السنة دي إن شاء الله نكمل 30 سنة في نوفمبر اللي جاي، 15 نوفمبر ده تاريخ رحلة الشركة. رحلة الحمد لله كشركة كان دايما بينا كل الثقة وكل حسن النوايا بينا وبين بعض. أنا مشارك أكبر كيان اقتصادي في مصر، بنك الأهلي السجل التجاري رقم واحد في مصر، يعني دي بتعبر عن كل حاجة، وكان زمان بيقوم بدور البنك المركزي، يعني ده بيشرح كل حاجة. لكن أكبر كيان اقتصادي في مصر، قمة الاحترافية في التعامل، فقيمة المضافة إن البنك الأهلي بيديها للشركة بوجوده جوه مجلس الإدارة، بوجود ممثلي البنك جوه مجلس الإدارة بما عندهم من علم وخبرات، بالذات في حاجات ده مش تخصصي، أنا بتاع استثمار عقاري، لكن في حاجات مالية بنكية اقتصادية أنا بقعد زي التلميذ أتعلم. فالقيمة المضافة للعلم اللي عند البنك إن بيدي نصايح للشركة طبعا يعني أكبر قوي من أي ملايين ومليارات. واحد زائد واحد بيساوي ثلاثة، حقيقة واحد زائد واحد بيساوي ثلاثة وأربعة وخمسة. فالبنك الإضافة اللي بيديها للشركة خطيرة جدا. مشروع جايا راس الحكمة بيتنفذ بنسبة بنائية 20% من مساحة الأرض، وبيضم 44 حمام سباحة وبحيرات صناعية ولاند سكيب وملاعب رياضية وفندق ومطاعم وفرع جديد لمول ريفات راس الحكمة اللي هيضم أهم العلامات التجارية. والمشروع تم تصميمه بديزاينز مميزة تخطفك أول لما تدخل من باب المشروع، وراعوا تنوع المساحات المختلفة للوحدات لتناسب جميع الاحتياجات.